الفتره الاخيره كان دايما في انتقادات بتتحدث عن غياب الاسئله المقاليه، لان الاسئله المقاليه مهمه في تكوين مهارات التعبير والقدره على النقد والكتابه، دي ما كانتش موجوده. فاهميه السؤال المقالي في تكوين شخصيه الطالب بعيدا عن فكره التقويم والاختبار، انه قدرته ان يعبر عن افكاره بالقلم، دي نقطه مهمه جدا. واظن ان اي عمليه تعليميه مفروض لا تتجاهل فكره السؤال المقالي وقدره التعبير على الورق. طيب الاسئله المقاليه هي يعني بيثار حواليها الكثير من الاحاديث، يعني من هذا المنطلق ان هي بنقيس الابداع من خلال الاسئله المقاليه، القدره على التعبير من خلال الاسئله المقاليه. لكن خلينا برضو نتكلم في نقطه تانية مهمه جدا، انه ليست الاسئله امتحانات الثانويه العامه هي فقط المنوط بها ان هي تخرج لنا طالب قادر على التعبير وقادر على الابداع. يعني انا ممكن انمي الابداع والقدره على التعبير عند طالب الثانويه العامه من خلال انشطه اخرى كثيره جدا، وعلى مدار العام الدراسي وعلى مدار الاعوام السابقه في الفرقه الاولى والثانيه والمرحله الاعداديه والابتدائيه الى اخره. كل السنوات دي أنا بديله أنشطة بيعبر فيها وبنمي عنده الإبداع بطرق مختلفة، وممكن من خلال الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية إلى آخره. لكن خلينا لما نيجي بقى لتالتة ثانوي اللي النص درجة فيها بتفرق، وإن النص درجة دي ممكن تغير مستقبل طالب خالص، فبيبقى الأولوية المطلقة عندنا للدقة في التقويم والموضوعية في التقويم. المشكلة اللي بتأخذ على الأسئلة المقالية عموما حتى لو كانت من نمط المقال المقيد، إن هي متشبعة بقدر كبير من الذاتية. الذاتية عوامل ذاتية ممكن ترجع للمصحح، ممكن ترجع للطالب، للبيئة التعليمية، خلفية الطالب كمان، خلفيته، كل العوامل متاحة إن هي تأثر في أداء الطالب في الأسئلة المقالية. وبالتالي الإبداع شيء جميل جدا، وإن أنا أنمي الإبداع عند الطلاب والقدرة على التعبير كويس جدا إن أنا أنميها، لكن ما ينفعش إن أنا أقيسها في اختبار نهائي في المرحلة الثانوية. النص درجة فيه بتفرق، لأن الإبداع ليس له قيود، وبالتالي ممكن معلم يقدر ده على إنه إبداع ويديله درجة عالية، ومعلم آخر لا يعطيه نفس القدر من التقدير، وكده يبقى إحنا في تفاوت كبير بين الطلاب في الدرجات. وطبعا دي مرحلة فارقة في عمر صحيح. الطالب وبتحدد مستقبله بشكل كبير. فخلينا نقول ان احنا يعني ننمي الإبداع وندرب أبنائنا على الإبداع وعلى القدرة على التعبير طوال العام الدراسي ومن خلال أنشطة على مدار العام الدراسي وفي السنة الثانية والسنة الأولى والإعدادية والابتدائية. لكن لما نيجي في ثالثة ثانوي واحنا هنديله درجة هتوديه كلية ألف أو كلية باء، يبقى هنا بنعطي أولوية مطلقة للموضوعية والدقة. وزارة التربية والتعليم لما اختارت نمط المقال المقيد، لأنه المقال المقيد شبيه أو قريب جدا من نمط الأسئلة الموضوعية، لأنه عبارة عن خطوات محددة صحيح. الطالب إذا ذكرها يمكن قياسها درجة، لكن ما فيش استرسال وما فيش حرية في الإبداع برضو وما فيش حرية في التعبير.